تخوفات من طفرة في إنفلونزا الطيور بعد هذه المشاهد المرعبة. في الوقت الذي تحاول فيه البشرية السيطرة على انتشار جائحة كوفيد 19 والحد من مخاطره، يثير تفشي مرض إنفلونزا الطيور القلق لدى علماء الأوبئة. فرنسا اكتشفت بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة بغرب البلاد في أول تفش للمرض بالمنطقة، فيما تنتشر إنفلونزا الطيور بسرعة في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار حالة تأهب شديد في القطاع بعد أن أدت موجات تفش سابقة إلى إعدام عشرات ملايين الطيور. هذا بعد نشر مشاهد مرعبة لهلاك الطيور في بحيرة الحولة شمال بحيرة طبرية على مسار نهر الأردن، مما أدى إلى إصابة ونفوق نحو 5000 طير كركي في البحيرة بسبب إنفلونزا الطيور. يذكر أن إنفلونزا الطيور هو مرض خطير يصيب الحيوانات، لم ينتج عنه حتى الآن انتقال مباشر للعدوى من إنسان إلى إنسان. وما يقلق العلماء هو أن الفيروس قد يتمكن من إصابة البشر عن طريق طفرة تسمح له بالانتقال بسهولة من شخص إلى آخر، فإن حدثت مثل هكذا طفرة يعني بأن هناك خطر من أن تتطور العدوى إلى وباء فتاك بين البشر. ويؤدي انتشار فيروس إنفلونزا الطيور على هذا النطاق الواسع بين الحيوانات إلى زيادة هذا الخطر.